بالإضافة لهالجادجت كنا عم نخبرها عنه لكاتيا، كمان رح كنا عم نخبركم عن جيمنج كونسول كثير مطلومة. بنعرف نحن أغلبية الجادجتس كانوا ينزلوا لآيفونز، هيدي للأندرويد، لكل المحبين الأندرويد واللي بيستعملوا أندرويد أوبريتورز، جيمنج كونسول كثير رح تحبوها، بخبركم عنهم بعد لحظات. أول جادجت اللي هنبلش فيه اليوم بعتقد كتير سمعتوا عنه، أصحابكم كانوا عم بيخبروكم عنه على الراديو، خبرية هون خبرية هون، فحسيت إنه أقل شيء هيك بس نفرجيكم صور تبعها بباركود، يلي هو هالآيس كيوبز، هالثلج يلي صار فيهم تحطوهم بالكباية ويلي معمولين من كومبوننتس جواتهم، هيدي الكومبوننت الموجودة جوات الثلج حتكون. والفكرة اللي رح تشوفوها بهالصورة هو إنه هالثلج هو ذكي بطريقة إنه بيعرف كمية الكحول اللي صرتوا متناولينها، وحسب الكمية اللي عم تتناولوها بيصير يتغير هاللون من أخضر لأورانج لأحمر. هول بعكس إشارات السير، إذا بتكون أخضر يعني فيك تشرب، أورانج يعني لازم تخفف، أحمر يعني وصلت للماكسيموم يلي فيك تعمله. كيف بيكون شكلهم؟ رح يكون شكلهم هيك وقت تكون موجوده بالكبايه، فيهم يستعملوا يعني لاسباب اذا بدنا نقول هيك ديكوراتيف لزينه، بس الهدف من وراهم هو اكيد انه يساعدوا بالتوعيه من كميه الكحول يلي بيكون الفرد عم يتناولها وقت يكون سهران بمحل معين او اذا كان مع اصحابه يعني مطرح ما يكون. تاني جادجت اللي هنروح عليه هي هيك بس بريفلي يعني حبيت احكيكم عنه. تاني جادجت اللي هنروح عليه هو الجادجت يلي كنت عم خبرها عنه لكاتيا. هالجادجت هو هالماشين عادة هي بتكون موجودة بالمستشفيات او حتى عند دايتيشنز، حجمها بيكون هالقد قد بلاير الدي في دي القديمين اول ما نزلوا، انا هلا مع الوقت كل يوم عم بيصغر هالبلاير، حتى صار فيه البلاير الصغير يعني قد الايباد. الفكرة تبع هالبريزنج ديفايس انه يقدروا يعملوا تراك للميتابوليزم تبعنا، وقت عم نحكي عن الميتابوليزم يعني عم فيهم يعرفوا الجسم كيف عم بيحرق هالكالوري هالانرجي والسرعة يلي بيكون عم بيحرقها فيهم. الفكرة انه كيف بيشتغل، اول شيء بدنا نحكي عنه هو حجم هالديفايس يلي صار كتير صغير مثل ما عم تلاحظوا، صار بينمسك بالايد وفي هالمثل تيوب يلي بيكون عم بيقيس من بعد ما تتنفسوا، من بعد ما تعملوا اكسليشن يعني تفضوا الهواء من جسم، هو بيكون عم بياخد كمية الكربون دايوكسيد مع النيتروجين قديه هن موجودين بالاكسهيل اكسرسايز اللي بتكونوا عم تعملوه، واكوردنجلي بيكون موصول هو دغري على ابلكيشن على السمارت فون تبعكم. بهالابلكيشن بيكون عم بيقول لكم انتم عاده انتم قديه عم تحرقوا كالوري، كيف الميتابوليزم ريت تبعكم، واكوردنجلي وقت تعرفوا هذا الشيء بتصير بتعرفوا انتم كيف واحد في يكون عم بينظم نمطه الغذائي اذا فينا نقول، اما حتى التمارين الرياضيه اللي بيكون عم بيقوم فيها. هالديفايس منه دايتاتيك، منه ما بيغنيكم يعني عن انه تروحوا لعند دايتيشن، يا اما تستعينوا على طول بهالاستشاره الطبيه، يا اما هالناحيه البروفيشنال اسبيكت يعني من الموضوع. وهي كل فكره منه انه بس هي لكم الميتابوليزم ريت تبعكم كيف. هاي كاتيا، هاي سافا، كيفك اليوم؟ كثير منيح، شفتك على بكره كثير منيح، جود فايبس على طول. هيدا بتوقع يمكن شي خمس ايام من اصل 360 يوم يمكن وصل فيهم ما كثير على بعض، بس بتضلك جود فايبس. ايه اي تراي يو اولويز سمايل ايفن اف يو ار مش مرتاح. ذير از ا ريزن فور ذات، خليك تحت. لا اوكي. الفكره عن هالجادجت كاتيا انه بيعطيك الميتابوليزم ريت هيك بريفلي كيف كنا عم نقول للمشاهدين، بيقيس كميه الكربون دايوكسيد والنيتروجين وقت شخص يكون عم بيتنفس، الاكسهيل موشن يعني وقت بيكون عم بيطلع الهواء مش عم بياخذ الهواء لجوا. يعني بتقلنا قد ايه فينا ناكل؟ لا ما بتقلك، ما مش هيك، هل كملتها فيها بهالجادجت؟ مش انتبه يعني. مش قد ايه ما لازم ناكل، قد ايه لا بتقلك بس انه الجسم كيف عم بيحرق. انا بكون عتلاني هم كن يعني عم ضيع شيء علي، انه بقدر اكله ما راح انصح فيه بس عم ضيعه علي، ما في شيء يخبرني. ما لقينا هالحل، بضل بدك تروحي لعند دايتيشن يعني، بعتقد الحل انه تروحي لعند دايتيشن. بس الفكره من وراها اول شيء انه صغروا هذا الجادجت كاتيا، كان بحجم كنت عم بقولهم الدي في دي بلاير هذا الكبير اول ما نزلوا يلي كنت تحطوا فيه ديسك، يعني ما كان حتى دي في دي بلاير، نسيت شو كانوا يقولوا له هذاك. فالفكره من وراها انه بيعطيك كيف عم تحكي تون ديسك يعني؟ تون ديسك سوري ما اجى اسمه على راسي. كان هالقد كبير يعني، وقت تروحي على المستشفى مثلا بيكون هالقد حجمه كبير لهالجادجت. فالفكره كانت انه بروشيرش كانوا عم بيقوموا فيها باحدى الجامعات بالولايات المتحده، لقوا انه هالجادجت ممكن يكون استعماله يوزر فريندلي اكثر وممكن الشخص يحمله معه. هلا الابلكيشن شو بتعمل؟ لان اغلبيه الابلكيشن صاروا سمارت لدرجه انه بيحفظوا الداتا
بيقولوا لي كيف عم تتطوري مع الوقت؟ لان واحد وقت يعمل سبور الميتابوليزم ريت تبعه بده يبلش يتحسن، وقت بلش تعمل سبور نمط الجسم تبعك ببلش يحرق هال ان كان كالوريز يا ما فاتس بطريقه اسرع. بنروح على ثالث جادجت يلي انا كثير حبيته، هو هالستورم فلاي. هالستورم فلاي هي الهدف من وراها انه تستبدل الكمبيوتر بحال كنتوا عم تستعملوا كمبيوتر عند شخص ثاني. كيف يعني؟ لنبسطها شوي اكثر. بتوصلوا لعند اصحابكم بدكم تستعملوا البي سي يلي عندهم، بس انتو عندكم هالبيرسونال سيتينجز تبعكم يلي انتو حابين تحطوهم، لان بدي استعمل الكمبيوتر نفس الشيء كيف يلي عندي اياه بالبيت. هون بيجي دور هالستورم فلاي يلي هي شكلها مثل براسلي كثير صغيره بتلبسوها بايدكم. كيف بتشتغل؟ بتوصلوها بالكمبيوتر فيا يو اس بي. سرعه اليو اس بي هي 3.0 يلي هي اسرع يو اس بي نحن بنعرفها اليوم از يو اس بي بورت. ابل عندهم وحده اسرع يلي هي ثاندر بولت، بس هيديك غير جام غير كومبيتيشن اذا بدك. هون هالستورم فلاي وقت توصلي اول ما تدوري البي سي، نحن بنعرف انه عاده بتجيك كانت هالاكران السوداء انه عم بيدور بيرجع بيجيك الويندوز. فهالستورم فلاي شو بتعمل؟ بنص هالموفمنت اول ما بده يقلع الاوبريتور يلي هو موجود على اللابتوب، هي بتوقفه وبتقلع الاوبريتور يلي موجود عليه. اوكي. يعني اذا موجود عليه اوبريتنج سيستم، هيدي مثل كمبيوتر بس ناقصها كومبوننتس. يعني تنقول ويندوز 7 ويندوز 8 مثلا 100% بتمشي لك اللي انت بتمشي عليه، اللي انت حاطتيه على هاليو اس بي. كثير حلو. وبينزل عندك نفس الديسكتوب نفس الايكونز كل شيء كان انت عم تستعمل الكمبيوتر تبعك. هلا هي حجمها 16 جيجا بايتس بتساع. بتعتقد عندي كاب اوقات يعني بدك وقت لتستوعب ال اذا عم تنقلي على غير اذا كان كومبليتلي غير ديفايس، واذا بدنا نحكي بين لينكس وماك وويندوز بيكتروا يعني الكومبيتيشن بتزيد بالسوق. الفكره من وراء هالجادجت كاتي انه هو حجمه 16 جيجا بايت، وقت تحطوا عليه الاوبريتنج سيستم يلي انتم على طول بتكونوا عم تستعملوه رح يبقى لكم 4 جيجا بايت بس فور بيرسونال يوز. يلي انا بعتقد انه منكم بحاجه لاكثر، لان الفكره من وراء هيدا انه مثلا واحد يكون عنده فايلات ويكون بده يخلي شغله بنفس الوقت. ذاتس از ستارت. ثاني فكره ليه عملوها بيو اس بي؟ لان نحن بنعرف انه اليوم هالكونسبت اليوم موجود شوي بالكلاود سيرفيسز. كلاود سيرفيسز يلي انه وقت الديسكتوب تبع، اذا بدنا نحكي عن جوجل كروم يلي هو انترنت اكسبلورر ابسط اكزامبل، اليوم جوجل كروم اذا انتم عاملين ساين ان بالجيميل اكاونت تبعكم، كل الداتا والسيرشز يلي بتعملون على هيدا الديفايس بينتقلوا على حيلا كروم ثاني اول ما تعملوا ساينينج ان بالاكاونت تبعكم. The minute بتقرر انه to sign in the account تبعكم، كل الديفايس سيتنجز باك جراوند كله بينتقل معكم من شاشه للثانيه بمجرد ما انتم تكونوا عم بتفوتوا بالايميل الخاص فيكم. ونفس الشيء كمان اليوم موجود لكمبيوترز، ولكن بيلزمهم انه يكون في كل ما تروحوا لتنزلوا هالبيرسونال سيتنجز تبعكم بيلزمكم انترنت اكسس. فهون عم نحكي انه منكم بحاجه لانترنت اكسس، الداونلود تبع هالبراوزر تبعكم يا اما الاوبريتنج سيستم تبعكم سوري هو اسرع لان فيها يو اس بي عم نحطه، واتس مور يوزر فريندلي لانه مثل ما عم تشوفوا هيك انه بتنلبس بالايد، جادجت كثير مهضوم وخصوصا للولاد الصغار يلي انه اذا بدهم يستعملوا كمبيوتر اصحابكم وقت تروحوا لعندهم بتصيروا انتوا عتلانين هم انه بين ينزلوا الكمبيوتر بين يعملوا شي خبريه، فما منا كثير محبذه يعني. فهون مش حيكون عم ينزل شيء، اذا نزل شيء حيكون الكمبيوتر الخاص فيه لولدكم السيتنجز يلي هو عنده اياه هون، ولا ترجعوا تنزلوهم يعني فيكم تمحوا كل شيء بتنزلوا اوبريتنج سيستم عن اول وجديد. اوكي. قد ايه حقه هالجادجت؟ هالجادجت منه رخيص بس منه غالي، عم نحكي عن هيك جادجت بكلف $50 واسمه ستورم فلاي. ايه اتس فيري تشيب. هو مثل يو اس بي يعني هو يو اس بي بس انه يو اس بي مرتبه، انه سعر يو اس بي مرتبه براسلي وما براسلي واساس. ننتقل على ثالث ايتم. ثالث ايتم انا كثير حبيته يلي هو هالجيمنج كونسول. بتعرفي الترند اليوم كاتيا صارت بالابلكيشنز، حيلا ستور بتروحي اذا على جوجل بلاي يا اما اذا بدنا نروح على الابل ستور بلاك بيري وورلد، هلا عم يبلشوا ينزلوا ابلكيشنز كثير كثير مع عدد كثير كبير من الجيم ديفلوبرز اللي بنعرفهم. الفكره اليوم انه اغلبيه جادجتس كانوا للايفون. بس اذا بنطلع بسنه 2012 بنلاحظ انه هالاندرويد اوبريتنج سيستم ان كان سامسونج يا اما غيرهم اللي بيمشوا على اندرويد كانوا عم بيحصلوا على ماركت شير كثير كبيره. ومشان هيك بلشنا نلاحظ انه هالشفت، وعم بلش تلاحظوا يمكن انه الجادجتس اللي عم نحكي عنهم صاروا اكثر كمان عم بيتوجهوا للاندرويد ديفايسز. وهذا واحد منهم. هالجيمنج كونسول هي شكلها مثل حيلا جيم باد نحن كان عندنا اياها. كتير بتذكركم يمكن هيك بالسيجا بنينتندو. هالجيم باد التقليدية يعني ما غيروا شي فيها. الفكرة من وراها انه الديفايس تبعكم رح يكون عم ينحط بالنص، وحتى بيساع فيها الجالكسي نوت 2 يلي هو اليوم اكبر ديفايس بيمشي على اندرويد موجود
موجود بالسوق هلا في هي تتحرك يعني بتكبر وبتصغر الحجم تبعها اكزاكتلي كاتيا ولان اذا حطينا تليفون اصغر بديك تقدر تكوني عم بتصغريها لازم تكم شوي 100% لا يكون ثابت يعني لما يكون كثير عم يلقلي وبتعرف اذا بدهم يلعبوا باللعبه يعني بانه يلف شمال ويمين بيصير يطير الجادجت يعني كمان شمال ويمين بعدين يخسر اللعبه اذا كثير راح الفكره من وراء هذا الجادجت حبيتها انا هالصوره رح نخليك اياها رنا الفكره من وراء هذا الجادجت هي انه لا تقدروا تنبسطوا اكثر بهالالعاب حطيت لك صورتك هيك دغري هيدا اثبت لا فالفكره انه لا تقدروا تنبسطوا اكثر بالالعاب يلي بتكونوا عم تلعبون واحد مش على طول بيرتاح بالتاتش سكرين مش هيك خلقوا له هالجادجت يلي فيها 20 كبسه يعني لك قد ايه فيها مش بس ما بيرتاح وكمان بتعمل له مشاكل بايديه كثير صغيره واهم شغله كاتيا انه اليوم ليقدر ينجح جادجت معين لازم يكون في اوبن سورس الاوبن سورس هو انه يقدر حيلا شخص ثيرد بارتي مطرح ما كان بالعالم يكون عم بيستعمل هذا الجادجت ويكون عم بيطور ابلكيشن لا تقدر تمشي على هذا الجادجت وهون الادفانتج اللي عندهم اياه كان ان كان اي او ان كان بلاك بيري يا بلاك بيري هسه عندهم اياه كان ايفون يا ما حتى جوجل انه مين ما كان في طور ابلكيشن تمشي على الاوبريتنج سيستم تبعهم ونفس الشيء عملوه بهالابلكيشن بهالجادجت سوري عجقت بين ابلكيشن وجادجت ونفس الشيء عملوه بهالجادجت لتقدر تحصل على هيك ماركت شير اكبر ويقدروا كل جيم ديفلوبرز يستعملوا هال 20 كنترولز الموجودين باللعبه بالطريقه الايجابيه وبالطريقه المناسبه اللي هن بيكونوا بحاجه لها هون عم نشوفها مع سامسونج اس 3 وهيدي قد ايه سعرها هيدي عم بينبشوا لفندنج لا ان فاكت بس هتكون بحوالي 80 دولار ايه قد ايه كم جادجت صار لهلا هيدا الرابع هلا وصلنا عليه بلحق بدقيقه يلا لنشوف هيدا الجادجت كثير مهضوم كاتب هيدا الرابع ولا الخامس هلا نسيت ما بعرف ما عم بعد هيدا الخامس بعتقد الفكره من وراء هيدا الجادجت كثير حبيتها انا ليه لان لكل العالم يلي بيكرهوا انه كل ما تنجوي الشاشه يصير انه معه هيدا تبع العوينات يا اما بده ينظفها يعني اليوم باليابان خلقوا لكم هالجادجت اللي كثير مهضوم اسمه تاكارا تومي تاكارا تومي شو بيعمل هو روبو بيساع فيه بطاريه يلي هي الدبل سايز اي 2 ا بتحطوها وبيمشي لحاله هو لحاله بينظف لكم الشاشه يا الله حتى على الشاشه لازم يمشي بيعرف الطرف وين موجودين بهالسكرين وبيصير ينظفها منه لحاله وسعره بس 17 دولار It's a very nice gadget, Katya. And that's all for today. فيه كل هول الألوان. لحقت برافو تيربو. وفهمنا. Thanks, Eli. Have a nice day. رح ننتقل هلأ لأوتوفوكس مع مين جورج. بعد البريك.